الفقرة الأولى منورنا فيها الأستاذ عادل كريم الناقد الرياضي المتألق حقيقي، وهنتكلم بقى في دوري الأبطال ونحلل كده ونشوف ونقارن الكرة بتاعتهم بالكرة بتاعتنا. وكمان زي ما بتقال هو موسم عندهم برضو غريب، لأن جاي كاس العالم قاطع النص كده من الدوري، وفي نفس الوقت طبعا اللي هيشاركوا هيرجعوا منهكين. لسه كنت بتكلم مع استاذ عادل قبل الهوا يعني، فبقول له ده هيبقى نفس السيناريو اللي كان عندنا قبل كده. فصباح الخير. صباح الفل. ايه اللي بيحصل ده؟ يعني غريبه غريب. جدا. اهلا بيك، منورنا. اهلا بحضرتك. صباح الفل عليك. صباح الفل. ورطه كبيره للنهواندا قالت لك دي هتقارن ما بين الدوري عندنا والدوريات الاوروبيه. اتورطنا احنا كده. بلاش كده عشان نقول الضغوطات دول لعبتين مختلفتين. ينفع فعلا نلاقي نقاط مشتركه؟ لان طبعا نقاط الاختلاف ممكن ان نقعد نتكلم عنها يومين، لكن هل في نقاط مشتركه بين الدوري عندنا وبين الدوريات الاوروبيه؟ هي النقاط المشتركه هي زي ما كانت نهاوند بتقول، بس الضغط يمكن السنه دي تحديدا، لان طبعا فكره ان كاس العالم السنه دي هيبقى بشكل استثنائي، هيتلعب في نوفمبر وديسمبر. ايوه. فده عامل ضغط كبير جدا. وعلى فكره كل المدربين يعني في كل مؤتمر صحفي بيشيروا للنقطه دي، بيقولوا احنا حاسين ان احنا بنشتغل في موسمين مش موسم واحد. صح. موسم قبل كاس العالم وموسم بعد كاس العالم. الحاجة التانية، النقطة التانية يمكن اللي كان حتى أشار ليها أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، قال إن اللعيبة بتوصل لأعلى درجات التركيز في كأس العالم، وبعدها كان عادة بياخدوا فترة أجازة لأن هو محتاجين ده. قال إن المشكلة إن اللعيبة هترجع لي من كأس العالم في أهم فترات الموسم، فهيبقوا راجعين منهكين ذهنيا حتى غير بدنيا كمان. فده عامل مشكلة كبيرة جدا عند كل الأندية السنة دي. عشان كده يمكن بداية الموسم غريبة شوية أو غامضة شوية. أغلب المدربين بيحاولوا يقسموا حتى الجهد والحمل على الفرقة، لأنهم عارفين أن فترة كأس العالم دي هتعمل مشكلة كبيرة جدا. طبعا الأندية الكبيرة أغلب لاعبتها رايحين كأس العالم مع المنتخب بتاعتهم، فده اللي مخلي الموسم السنه دي غريب شويه. ده يمكن دي النقطه اللي فيها شبه شويه، ان احنا هيبقى عندنا الضغط على اللعيبه بدنيا ونفسيا في الموسم في اوروبا السنه دي. غير كده مفيش شبه. لا احنا هم حاجه واحده حاجه بس لغايه هنا ونقف، مفيش حاجه تاني. طيب اتكلمنا عن هالاند وبقالنا فتره بنتكلم عليه، والسوشيال ميديا والصحف الاوروبيه يعني بجد بتذكره وبتقارنه برموز كبيره جدا زي ابراهيموفيتش، ومؤخرا كمان تم مقارنته بصلاح. وكان في مانشيتات كده تحديدا في الصحافه الانجليزيه بيقول لك هل هيهدد عرش صلاح في طبعا التهديفي، يعني شوف المقارنات مع فارق السن الموجود برضو. يعني شوف هالاند هل فعلا هيكون اسطوره قادمه؟ هو بالفعل دلوقتي اصلا. طبعا هو لو كمل على كده هيبقى طفره مش طبيعيه. هو هالاند من ساعه ما ظهر في 2019 مع منتخب النرويج كاس عالم للشباب، اول ماتش لعبه مع المنتخب ده وما كسبوا الماتش ده اعتقد 12-0 وجاب 9 اهداف. يعني اول مباراه هي اول مره نسمع كلمه هالاند دي الطلعايه بتاعته دي يعني اول ما سمعنا حاجه اسمها هالاند بتسع اهداف في مباراه واحده، فكان حاجه يعني ناس قالت بس بتقول بوجود ظاهره مستقبليه بس كله ساعتها قال ده لسه كاس عالم للشباب ولسه حاجه صغيره هنشوف بعد كده هيحصل ايه. انفجر بشكل كبير جدا مع سالزبورغ. بعد كده لما راح دورتموند برضو كله قال لا طبعا النقله من الدوري النمساوي للدوري الالماني هتبقى مختلفه. أيوة. كانت تقريبا نفس الارقام بالظبط. لما راح مانشستر سيتي السنه دي كان ناس كتير بتقول لا الدوري الانجليزي مختلف وشكل المدافعين مختلف، حتى المباراه الاولى اللي لعبها مباراه الدرع الخيريه قدام ليفربول وما سجلش وضيع فرص سهله، فالناس قالت ادي بقى فرق الدوري الانجليزي مع بدايه الدوري. طبعا سكت الناس كلها طبعا. امبارح اول ماتش في الشامبيونز ليج هدفين، فلا هو طفره فعلا. يعني لو استمر على كده هو الناس بتقول هو مش هيحطم رقم صلاح، ده هيحطم كل الارقام اللي صح. ممكن كانت موجوده في تاريخ الكوره. هو من الزاويه اللي نهاوند كانت بتسال حضرتك عليها، فكره انه ممكن الى اي درجه يكون مهدد لعرش محمد صلاح التهديفي، البعض من الناس شايف ان اللي حاصل ده مش تقصير من صلاح ولا سوء حظ ولا كل اللي في ناس بتتكلم فيه، ولكن يقال ان يورجن كلوب اسند مهام جديده نوعا ما على محمد صلاح، من شانها ان هي تخليه صانع للاهداف اكتر ما هو محرز ليها. تمام. فالى اي درجه حضرتك شايف ان الكلام ده يعني حقيقي او منطقي؟ منطقي لسبب ان احنا لو بصينا على الارقام حتى صلاح هو اكتر لعيب صنع فرص في الدوري الانجليزي السنه دي، مش ما نقولش انه سجل اهداف، كان بيصنع اهداف وبيحرزها برضه، يعني بيحرز اهداف غيرها، فكان موجود على الصعيدين. هو يمكن دوره السنه دي واضح ان هو واخد المركز الجناح اكتر شويه، وكان كل السنين اللي فاتت بيميل للدخول جوه المنطقه اكتر. ايوه. فكان هو الاعتماد حتى من كلوب في الحته دي على ان هو الجناحين بتوعه مع طبعا تقدم الظاهرين اللي هم ترينت الكسندر ارنولد وروبرتسون، هو ده اللي بيصنع الفرص الاكتر. السنه دي واضح ان هو مدي ادوار اكبر لصلاح في الحته دي، وحتى مدي له ادوار اكبر في الحته الدفاعيه. لو شفنا ماتش ايفرتون الاخراني في اكتر من كوره صلاح بيرد جامد جدا عشان يدافع مع زمايله، ده ما كانش يمكن معتاد في السنين اللي فاتت، وده ممكن يكون اثر على العمل التهديفي طبعا. وبدا حتى في ناس تنتقد ان هو بيقول له لا ده مش مناسب، ان هو لازم صلاح يرجع تاني للدور اللي كان بيعمله السنه اللي فاتت.
هو بعيدا عن النقطه دي، فكره ان احنا بنتكلم على صلاح بالشكل ده في حد ذاتها حاجه عظيمه جدا. فكره ان احنا بنتكلم ان ارقام صلاح هي المهدده، ده بالنسبه لنا حاجه يعني حاجه عظيمه. وتوصل لنا صلاح ده وصل لحد فين؟ احنا بنتكلم في لعيب اصبح من اهم لعيبه العالم. طبعا. يعني بلا مبالغات بقى وبلا كلام ان احنا متحيزين له طبعا، لا بس هو فعلا من اهم لعيبه العالم بموضوعيه طبعا. ده البعض قال لك اتحسد. لا كنت بتتابع صحيح. ما ده التاتش المصري بقى. ايوه ما هو كان مصري. لا هي الفكره فعلا هو ادواره اختلفت شويه في الملعب، لكن احنا برضو خلينا ملاحظين نقطه، ليفربول عنده مشكله كبيره جدا في الاصابات. بدا اللعيبه يرجعوا تدريجيا واحده واحده كده، يعني يمكن خلال الاسبوعين الجايين هيبقى الفريق رجع تاني لشكله المتوقع وشكله اللي كان منتظر في بدايه الموسم. ده هيفرق وهيبان اكتر بقى وهيرجع ادوار صلاح تاني ان شاء الله. كلام جميل. طب خلينا نروح كده، رؤيتك ليه اصلا انطلاق دوري الابطال؟ واتكلمنا وشفنا بالامس اليوفي وباريس سان جيرمان وكان ماتش جميل جدا بجد. الكوره ما بتقعدش في رجل اللاعب، هو ايه ده الواحد مش ملاحق، عارف تبقى عايز تقوم تجيب حاجه وترجع مش قادر، مفيش مجال لده بجد، يعني تاخد تليفون لا خليه يعني بجد. لا ايه المتعه دي؟ بدايه حلوه بالظبط. هو دايما الشامبيونز ليج في مستوى تاني، يعني بطوله هي الاحلى والامتع والاكثر بطوله الناس مستنياها، لدرجه الناس بقت بتقول ان هي قررها بكاس العالم بالظبط، لدرجه الناس بتقول ان هي بقت امتع من كاس العالم كمان، لان هي ممتده على الموسم كله. فرق كتير 32 فريق مشاركين، كلهم فرق من اللي هم من الكلاس A، يعني من احسن الانديه في العالم. فالبدايه كانت حلوه، البدايه كانت حتى كمان قبل ماتش بي اس جي ويوفنتوس، الماتش بتاع تشيلسي ودينامو زغرب كان مفاجاه كبيره جدا. ان دينامو زغرب من الفرق اللي هي بتشترك وعلى طول بيخسر 6 ماتشات في المجموعه ويمشي، فكونه يبتدي بانه يكسب تشيلسي ويكسب تشيلسي باداء محترم جدا. تشيلسي برضو مش في افضل حالاته الفتره دي، عنده مشاكل كتير، بدا كلام حتى ان توخيل احتمال ما يبقاش مستمر مع الفرقه. فعلا بس غريبه قوي يعني حاجات، لان التعثرات كترت يعني في الدوري كذا ماتش، اخر ماتش حتى ويست هام كسبه بقرار تحكيمي غريب جدا، لدرجه ان رابطه الدوري الانجليزي نفسها اعترفت انه خطا بالظبط، انه ما كانش ممكن. كان معانا خبر النهارده فعلا بالظبط، وخساره من دينامو زغرب اللي هو المفروض الحلقه الاضعف في المجموعه، لان انت عندك بعد كده ماتشات اصعب في المجموعه. فدي كانت مشكله كبيره جدا او بتواجه تشيلسي في الوقت الحالي. ماتش باريس سان جيرمان ويوفنتوس كان زي ما انت قلتي ماتش ممتع جدا. فرقه الماتش حتى يعني مبابي بعد 4 دقائق اتقدم، فما كانش فيه اللي احنا متعودين عليه هنا برضو جس النبض والفرقتين بيشوفوا، ده لسه اول ماتش في المجموعه، لا مفيش الكلام ده، احنا وتقوم وتعمل كوبايه شاي وتشربها وترجع الماتش زي وتنام شويه لو عايز ماتش هو. طيب بالنسبه لماتش النهارده بقى، وطبعا كالعاده انظار المصريين كلها هتتجه الى ليفربول اللي هيواجه النهارده ان شاء الله نابولي، فانت شايف الماتش ده هيكون عامل ازاي؟ وهل شايف ان ممكن تكون في عوده للدور التقليدي المعتاد من محمد صلاح، ولا يورجن كلوب ممكن يكون مستمر في تجربه اللي في دماغه ايا كان ايه هو؟ هو ده يعتمد على الشكل هيبقى عامل ازاي في الملعب، لان برضه ليفربول لسه عنده ستيل ازمه في المصابين. مش عارفين، هو تياجو رجع التمرين بس مش عارفين هيبدا ولا لا. كلوب امبارح قال ان هو مش هيقدر يكمل المباراه كلها، فمش عارف هيبتدي بيه ولا لا. ارتور الصفقه الجديده برضه مش عارفين هيبتدي ولا لا، لان كمان هندرسون اتصاب في وسط الملعب. لكن الماتش مش سهل اكيد، لان ليفربول مع نابولي قبل كده في اكتر من مباراه ما قدرش يكسب في ملعب نابولي. ملعب نابولي تحديدا لو استاد دييجو مارادونا ملعب صعب. نابولي كمان بادئ الموسم بشكل ممتاز في الدوري الايطالي، هو المتصدر الدوري الايطالي حاليا، سباليتي عامل شغل كويس جدا مع الفريق، فالماتش مش سهل خالص. لكن اعتقد هيبقى ممتع برده، لان ليفربول في اوروبا مختلف، بيفكر بشكل مختلف تماما. بدايه الموسم الصعبه ممكن تكون دافع اكبر ان هم يعملوا شكل احسن في بدايه دوري الابطال. فاعتقد هيبقى ماتش ممتع جدا النهارده، برضو اعتقد ماتش بايرن ميونخ وانتر النهارده هيبقى ماتش ممتع برضو. يعني هنا عندنا هي الشامبيونز ليج اغلب ماتشاته بتبقى جميله يعني، فالنهارده عندنا البدايه حلوه يعني. تعال بقى نروح لكريستيانو رونالدو، لان ناس كتير زعلانه على اللي حاصل ليه مؤخرا مع المان يونايتد. معلش كان في حاجه بتتحرك؟ لا 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 بتهيألي بتهيألي لو في لقينا حاجه هطلع فاصل في حال وجود فار مش هتلاقينا غالبا ومش لوحدها هتلاقيني بزحمها في السبرنت قاعد لوحدي طيب على كل حال كريستيانو رونالدو فعلا ناس كتيره زعلانه على اللي وصل ليه. اتكلم ان هو ما بيشاركش في دوري الابطال بقاله 19 سنه، فلا الموضوع مش حلو ليه ولتاريخه. وفي نفس الوقت هو كلنا عارفين ان هو عنده نوع مش من الاحباط بس من الحزن، ان هو كان بدايته مع المان يونايتد الرجوع الاخير ده كانت مش بطاله بس النهايه سيئه جدا. بالظبط، هو يمكن حتى الصيف كله كان الجدل كريستيانو هيكمل مانشستر يونايتد ولا لا، لان هو كانت رغبته الاساسيه انه يلعب دوري ابطال،
ويمكن حتى كان المفاوضات اللي اتكلم عليها الوكيل بتاعه كان كلها مع انديه بتلعب في دوري الابطال، تشيلسي، بايرن ميونخ، وصلنا حتى لسبورتنج لشبونه النادي الاولاني، لكن في الاخر هو استمر مع مانشستر يونايتد الموسم ده وهيلعب في اليوروبا ليج في الدوري الاوروبي مش في دوري الابطال. الحاجه الثانيه ان هو حتى وضعه مع الفريق مش احسن حاجه، لان هو اول مباراتين لعب اساسي اللي هم الماتشين اللي خسرهم يونايتد من برايتون ومن برينتفورد، بعد كده بدا تنهخ يعتمد عليه كبديل وبديل في وقت قليل، بيعتمد عليه في ادوار مش ده الدور اللي كريستيانو معتاد عليه. يعني هو كريستيانو بقى له دلوقتي فتره طويله من ايام ريال مدريد يمكن هو المهاجم الاساسي او هو اللي بيلعب في مركز المهاجم، هو كده كده واخد الرانك الاولاني في هدافي الدوري، يعني حتى لو هو ما شاركش هو رقم واحد يعني بالظبط، هو في دوري الابطال ارقامه ما في، يعني الناس كانت بتسميه دوري ابطال كريستيانو رونالدو اصلا يعني ارقامه صعب ان حد يقرب لها. لكن طبعا عدم وجوده السنه دي حاجه زي ما انت قلتي من 19 سنه احنا متعودين ان كل موسم كريستيانو موجود وهنشوف هيعمل ايه، ومش موجود السنه دي بالظبط، هيبقى موجود في اليوروبا ليج مع يونايتد، اكيد ده مخلي يونايتد من المرشحين الاقوياء جدا لليوروبا ليج، خاصه كمان بعد الرجوع الاستفاقه اللي حصلت في الدوري. هو دوره بقى مع تن هاخ الفتره الجايه هيبقى اساسي تاني ولا هيفضل بديل، ده هيعتمد طبعا على راي المدرب، لانه كمان هو اصطدم بمدرب شخصيته قويه جدا وقرر انه يبدي مصلحه الفريق على مصلحه النجم، ودي حاجه صح جدا على فكره انه عملها، وده يمكن احد اسباب ان يونايتد ماشي بشكل كويس. فهنشوف الصدام الفتره الجايه هيوصل لحد فين، وهنشوف هل ممكن بقى كريستيانو في يناير يمشي، هل ممكن يبقى ده اخر موسم ليه مع يونايتد، هنشوف. كمان بتبقى يعني مهمه المدير الفني لاي فريق او لاي منتخب فيه نجوم استثنائيين على غرار ميسي وكريستيانو والفئه دي من اللعيبه، بتصعب مهمه المدير الفني، ولازم تبقى شخصيته حاضره عشان يعرف يطوع النجم اللي عنده، لان ممكن يبقى عنده برضو يعني وجهات نظر استقلاليه كده مع نفسه، حاسس بان هو غير بقيه اللعيبه، وده مش في صالح الفريق بطبيعه الحال. بالظبط، وده زي ما حضرتك قلت، هو ده بيصعب فعلا مهمه المدير الفني في الحته دي. لكن هو تن هاخ من يوم ما جه قال ان انا كريستيانو موجود في حساباتي، وقال ان انا بعتمد عليه وهو النجم اللي انا بالفريق بيدور حواليه، لكن اصرار كريستيانو على الخروج واصرار تصريحاته كتير جدا ان لا انا مش هلعب، انا همشي، انا هبقى اتكلم بعد ما الموضوع يخلص، انا مبقاش يروح التمرينات ودي اول مره نلاقيها، بالظبط انه ما يحضرش فتره الاعداد كلها، ان الوكيل بتاعه يلف على الانديه والانديه بقت هي اللي بترفض، ودي كانت حاجه صعبه جدا طبعا بالنسبه لكريستيانو يعني. فده اللي خلى تن هاخ خد القرار، لا انا مصلحه الفريق عندي اهم مصلحه النادي، حتى رغم النجم ده طبعا. هو مش استثنائي، ده هو ده الاستثنائي اساسا يعني طبعا. فلكن هو قرار زي ما بقول حضرتك قرار صح، لان فعلا هي مصلحه الفريق اهم من اي حد حتى لو كان كريستيانو. تمام، احنا هنروح فاصل بس لسه اكيد هنكمل مع حضرتك، فاصل سريع ونرجع نكمل. حديثنا مستمر مع استاذ عادل، وفيك حاجه لله بقى، ده استاذ عادل كان لسه بيقول لنا قبل الفاصل احتمال يتم اقاله توماس توخيل، ودلوقتي حالا جالنا خبر حصري ان تم اقاله توماس توخيل، بس دي كده الاقاله رقم 2، باريس سان جيرمان برضو اقاله من سنتين، طب ايه اللي بيحصل ده؟ ما هو مش عارف، انا ما كنت توقعتش الموضوع يحصل بالسرعه دي، غريبه قوي. غريبه جدا، عارفه الكوميك بتاع القرموطي لما عمل التليفون اشوفها بتولع عادي ربنا يستر. لا بس لا هو معقوله للدرجه دي؟ هي المشكله ان تشيلسي عنده اونر جديد او مالك جديد للنادي، تيد بويلي الملياردير الامريكي ده، فهو واضح ان هو عايز يفرض سيطرته بدري يعني، بس اعتقد قرار برضه مش منطقي، لان احنا لسه في بدايه الموسم وعندك ماتش كل يومين ثلاثه، فالموضوع مش هيبقى سهل يعني. على ذكر الملاك الجدد للانديه الاوروبيه الاكبر والاشهر، بقينا دلوقتي نسمع اسماء عربيه بتتردد يعني كاصحاب نوادي شهيره، سواء كان مثلا من قطر، من الامارات، من المملكه العربيه السعوديه، يقال برضو ان في نادي انجليزي كبير احتمال كبير يكون في طريقه للبيع لاحد يعني اشهر الاسماء في العالم العربي، حكم دبي تحديدا اللي بتكلم عليه كان من ضمن الاسماء المطروحه كمشتري للنادي. فكره رؤوس الاموال العربيه واستثمارها في الرياضه بشكل عام وفي انديه اوروبيه كرويه بصفه خاصه، الى اي درجه شايف ان الموضوع ده لطيف، موضوع كويس، هيفيدنا احنا كعرب باي شكل من الاشكال؟ لا طبعا، هو نجح كمان مع باريس سان جيرمان من قطر، مع ابو ظبي في مانشستر سيتي، حاليا السعوديه مع نيوكاسل، السعوديه برضو مع شيفيلد يونايتد في الشامبيونشيب في انجلترا، في كلام زي ما انت قلت بالظبط على مانشستر يونايتد نفسه، لان الجليزرز عليهم ضغط كبير جدا انهم يبيعوا النادي، ففي اهتمام من دبي بالاستثمار في حاجه زي كده. لا نجحت طبعا وعملت شعبيه كبيره جدا للانديه دي في الوطن العربي، يعني لو رحت ابو ظبي دلوقتي هتلاقي مانشستر سيتي كانك ماشي في مانشستر يعني. الناس بتشجع مانشستر سيتي بجنون هناك،
على العكس برضو الناحيه الثانيه في وجود الاستثمارات دي بتدي انتعاشه للدول العربيه في الحته دي، في حته عقود الرعايه، في حته الحاجات السياحيه. دي بنشوف مثلا بايرن ميونخ بيعمل معسكر سنوي في الدوحه، نفس الحكايه بالنسبه لباريس سان جيرمان كل سنه بيعملوا معسكر في الدوحه. كل ده طبعا بيدي رؤيه كبيره جدا للموضوع ده بالظبط. فلا هي الموضوع كان في بدايته يمكن كنا مستغربينه شويه وبنقول ليه كل المصاريف اللي بتتصرف دي، لكن بعد كده مع الوقت الاستثمار نجح ليها فوائد اخرى بالظبط، نجح ووصل لنقط عاليه. طيب انا هختم للوقت خلاص تقريبا، بس بسؤالي بس سريعا جاوبني استاذ عادل دلوقتي، مصير توماس توخل للمره الثانيه واسم كبير في عالم التدريب معلش برضه وله ثقله، وفي نفس الوقت دي الاقاله الثانيه في سنتين مش حلوه، وهي الغريب ان هو مع تشيلسي الاول ما راح وكان رايح كمدرب طوارئ زي ما بيتقال، يعني كسب الشامبيونز ليج وكسب السوبر وكسب كاس عالم الانديه، فكان فصعب ان القرار يطلع بالشكل ده. يعني اعتقد يعني هو احنا الموسم بدا فممكن يبقى صعب ان هو يبقى ليه ريبليسمنت دلوقتي. الموسم بدا من ناحيه وحلقتنا انتهت من ناحيه ثانيه للاسف الشديد. انا اسف لمقاطعه حضرتك. لا خالص، لا بالعكس، لازم نطلع عشان سيرفع اذان الظهر خلال لحظات. احنا يا دوب نلحق نشكرك على وجودك معانا، نورتنا. شرف ليا والله. نورتنا استاذ عادل، وللحديث بقيت نورنا مره ثانيه. بشكر حضراتكم. كان هوند لسه كريم ان شاء الله هيكون معاكم بعد الفاصل والفقره الطبيه. اعتقد النهارده معاهم ملف في غايه الاهميه. انا اشوفكم يوم الاحد ان شاء الله وحلقه جديده 10 الصبح في الاهلي.